بص، هو احنا هنبقى فرحانين النهارده كلنا، وكلنا النهارده هنبقى فخورين، بس مفيش حد يبقى فخور بمحمد صلاح اكتر من اللي اشتغلوا مع محمد صلاح. دول الناس بقى اللي اشتغلوا مع محمد صلاح، اللي هم لما يشوفوا محمد صلاح كده يقولوا ايه ده، خارج من تحت ايدي. اه طبعا صلاح ده كيان منفصل بذاته، هو عمل كل حاجه لنفسه، بس في شركاء ساعدوا ودعموا ومهدوا الطريق عشان يكون محمد صلاح في المكانة دي. وأكيد هم لو احنا فخورين هم أكثر سعادة وأكثر فخرا واحد من هؤلاء طبعا الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق. كابتن ضياء مشرف ومنور كالعادة. الله كريم، انت يعني عامل انترو رائع بصراحة. يا رب يخليها كابتن. وعامله طبعا صلاح اللي مدينا او مديك كل الافكار وكل الكلام وكل الحاجات دي كلها طبعا. صحيح. وبالمنظر اللي قدامنا هو فعلا يدعو الفخر. انت بقى انت، انا بقول يعني وانا بتفرج على المباراه النهارده، مش المباراه يعني، بتفرج على صلاح الانجازات العظيمه اللي بيعملها دي، انا مبسوط وفخور. ما بالك انت بقى، انا بقعد اتخيل اللي زي حضرتك انت وكل الناس اللي اشتغلوا معاه، انت بتبقى حاسس بايه؟ والله بص، كل اللي لمس مع صلاح، وانا من الناس اللي لمست معاه طبعا، لمست معاه تدريبيا انا طبعا، المقصود يعني طبعا بيبقى سعيد وفخور انه بتقعد تفتكر، بقى افتكر كده الاعداد والمعسكرات والماتشات والمواقف اللي حصلت، بقعد ارجع كل ده في دماغي، ارجع كل ده في دماغي، اقول ايه الفتره الجميله اللي انا قضيتها دي، ما انا ما كنتش عارف انه هيطلع منها كده بالشكل ده. فطبعا الواحد فخور بيه، ويمكن انا يمكن عشان لسه انا قريب منه فببقى لامس حاجات كتير، في حاجات كتيره قوي ملمسه، وفي حاجات كتيره جدا شايفها. نفسي يا كريم، يعني انا هتجنن بصراحه، يعني عشان نستفيد من المثل ده. انا مش عارف احنا ليه متقاعسين، انا مش عارف احنا ليه قاعدين، انا مش ده احنا عندنا حاجه نمسك فيها ونقعد نسمع. يعني انا بتجنن ان احنا عندنا قصور. تخيل كره القدم بتاعتنا، مع احترامي لكل اللي شغالين في كره القدم وانا منهم، احنا بنبقى حزنانين على حاجات كتيره بتحصل في الكوره عندنا دلوقتي، وقد ايه كل العالم بيقول صلاح ده طالع من كره القدم المصريه. فانت طب ازاي نحول الحاجه الحلوه الكبيره دي عندنا لاساس شغل؟ انا نفسي في حد يطلع، نفسي من الـ ما اعرفش مين، عشان ما اروحش على حد بعينه، يقول ده نحطه صلاح ده بكل اللي بيعمله، نحطه اساس شغل الاجيال. ما تخليش الاجيال تبقى عندها طموح بمثل صلاح. اه طبعا يبقى عندها طموح بمثل صلاح، بس اديهم حاجه على ارض الواقع علشان نحقق اجزاء كتير. لا انا بس انا هوضح كلام حضرتك اللي انا فاهمه كويس، بس اتمنى الساده المشاهدين كمان يبقوا فاهمينه. انت بتتكلم الاستفاده من الكابتن محمد صلاح طبعا، مش استفاده بس في ارض الملعب ومنتخب مصر. لا انت تقصد كنموذج، كمؤسسه، يعني محمد صلاح ده مؤسسه دلوقتي. صلاح مؤسسه بتتحرك، مؤسسه يملاها الطموح، صح، ويملاها العمل الجاد، ويملاها الصبر، ويملاها المثابره، مليانه كل الحاجات دي اللي هي امثال لكل الشباب، مش في كره القدم بس، في كل المجالات. احنا عندنا ناس زي الورد في مش عايز. انا نفسي بقى صلاح عمل كل الحاجات دي باجزاء مساعده بسيطه جدا من خلال المدربين في انديته او في المنتخب، لكن هو الجزء الاكبر يملكه هو. احنا انا عايز اعمم ده، انا عايز اعمم ده ويبقى مشروع قومي. هايل. بس انا هايل. نفسي في ده، نفسي النهاردة محمد صلاح مؤسسه محمد صلاح تترجم كمشروع شغل لجيل شباب في كل الالعاب. انا بس هكمل على كلام حضرتك، ان هو يا جماعه دلوقتي احنا محمد صلاح بالنسبه لنا مش لاعب. يعني لو في مسؤولين في كره القدم في مصر، انت لا تحرج انك تقول له والله احنا ندير الكره في مصر ازاي، والله المسابقات بتاعتنا تبقى عامله ازاي، والله قطاعات الناشئين المفروض نشتغل فيها ازاي. يعني ما تبصش محمد صلاح انه لاعب وسط لاعبين في منتخب مصر، لا هو طبعا لاعب وبيأدي وبيشتغل،
بس هو اكبر من كده بكتير. يعني هو في مكانه ممكن نستفيد منه اكتر من ماتشين ثلاثه وهدفين ثلاثه. لا هو الموضوع طبعاً اكبر من كده. طبعا اكبر من كده. انا نفسي المشروع محمد صلاح كمؤسسه بهذا الانتاج الغزير اللي كل العالم بيتكلم عنه النهارده، انا نفسي ان احنا نستفاد منه بشكل كويس، وان احنا نعمل حاجه. احنا عمالين نتخبط في بعض، ولما تبقى في اي حاجه نطلع نلوم صلاح، ما صلاح ما عملش، صلاح عمل، صلاح بيعمل، انت مش عايز تشوف، لكن صلاح بيعمل وبيعمل حاجات كتيره جدا. الحاجات دي محتاجه تترجم لمشاريع، صح، تترجم لمشروع ناجح في الاوض وفي المكاتب، وعندنا من ينفذ هذا. صحيح صحيح. طيب انا الاول لازم اقول لك ان انا سعيد جدا يا كابتن ضياء اللي انت خدتنا في النقطه دي. انا وانا بفكر اتكلم معاك النهارده عمال اقول، انا نفسي عمال اقول هسال كلكم تتكلموا في الحاجات دي. والله لا ده بالعكس، ده هايل يا كابتن ضياء، بس دي نقطه مهمه او زاويه مهمه جدا. انا بقول لك وانا بفكر النهارده قلت هكلم الكابتن ضياء مثلا اقول له ايه يا كابتن ضياء، هو محمد صلاح لعيب عظيم، هو محمد صلاح لعيب جامد، ما كله كلام خلاص، هو مش محتاج نقوله يعني. بس حضرتك الزاويه اللي انت خدتها دي هي زاويه في منتهى الاهميه، في منتهى الاهميه، ويا رب يكون حد مستمع جيد لهذه النصيحه. يا رب يا رب. النهارده هندرسون بعد المباراه قال، او اشاد هندرسون طبعا قائد ليفربول، قال ان محمد صلاح هو كلام عظيم، بيكرس حياته كلها لكرة القدم، ودي نقطة أصلا ممكن يتبني عليها كتير يا كابتن ضياء. قال لك بيحضر أول واحد وبيمشي آخر واحد. أنت واخد بالك التمرين، أنت متخيل إنك تنتزع احترام والكلام الحلو ده كله من الأوروبيين أو من الإنجليز أو من كل العالم الأوروبي، فده دليل إنك أنت عندك عقلية من حديد. مفيش الحاجات الصغيرة بتأثر فيك وبتوصل فيها، وعارف شغلك ازاي، وعارف امتى لما يكون في انكسارات تشتغل ازاي، ولما يكون في نجاحات تفرح ازاي. صلاح يملك ده وبيشتغل في ده وبيعمله، عشان كده العمل والشغل. احنا عندنا الناشئ او بيجيب جون او بيلعب ماتش كويس بتلاقي عنده 55 ستوري. يا عم ابعد عن الستوري، ركز تشتغل. ده غير بقى، ده غير بقى لو هو نجم الفرقه زي محمد صلاح في ليفربول، هو اسطوره الفريق دلوقتي، انا طبيعي هروح التمرين اخر واحد، وغالبا مش هتمرن اساسا، ما انا كده كده اسطوره الفريق، ده عادي يعني. لا ما يعني نفسي حد يوصل للناس دي شغل. الولاد دول بقى عندك موهبه ما تحرقهاش بالانستجرام والستوري والموري، يا ابني اشتغل عشان توصل لمكانه كويسه. صح. وربنا بعت لنا مثل طالع من وسطينا، كافح وجاهد واشتغل واشتغل على نفسه واشتغل على عقليته، وربنا كرمه في مكان. فانا نفسي انه انا هقولها بقى، اي مسؤول يا جماعه نعمل ده اساس لمشروع كبير لنهضه شباب مصر. شباب مصر زي الفل، وفي ناس كتير قوي بتكافح، بس احنا عندنا مثال ناجح جدا جدا نعممه بالشغل. مش قصدي نعممه انه احنا نجيب صورته ونحطها قدامه، لا، نعممه بالشغل. صحيح صحيح. كابتن الكبير كابتن ضياء السيد مدرب منتخب مصر الاسبق، واحد من اهم الناس اللي اشتغلت مع محمد صلاح في شبابه او حتى في خبراته الكبيره في المنتخب الاول. مش عارف اقول ايه والله.